برحب فيكم مشاهدينا مجددا، وبرجع بعيد كمان انه بيسرني ان اكون انضميت لاسره برنامج على الموعد اون تايم، الى جانب برنامج كوفي بريك يلي صار لي سنتين تقريبا كمان بقدمه على شاشه مريم تي في. صرح تراثي فني ثقافي سياحي وفريد من نوعه. كهف الفنون اسم على مسمى بقرية الجاهلية بقضاء الشوف، بيجمع كل شيء بيتعلق بالتراث اللبناني عامة والتراث الدرزي خاصة. وبصرني استضيف بحلقة اليوم رئيس جمعية كهف الفنون الفنان غاندي بوذياب، يلي كسر الصورة النمطية عن الأقبية الفنية المألوفة وصار كهف الفنون بمصاف البلدات السياحية اللبنانية. أهلا وسهلا فيك الفنان غاندي بوذياب. شكرا. أهلا وسهلا فيك بمريم تي في وببرنامج على الموعد. شكرا لكم. بس حبيت لفتني أنا وعم بقول المقدمة قبل ما بلش بسياق الحلقة، كنت عم تهز راسك وعم توافقني بالشي اللي عم بقوله، خاصة عن وسائل التواصل. صح، حكما قديش مهم الوعي يكون عنا. ضروري، لأنه للأسف عم نشوف يعني ظواهر غريبة عجيبة، وكل شغلة أنا بقول لها وجهين، يعني سلبي وإيجابي. صحيح. حتى بسط لك إياها بنظرية هيك أنا اكتشفتها، أنه المي كمان لها وجهين. إذا واحد بيتشردق بيشرب مي ليشيل المشكلة، وإذا شربتيها بسرعة بدون انتباه ممكن تشردقك وتروحك. صحيح. فكل شيء له وجهين، خير وشر، لكن على الإنسان أنه يعرف يختار وكيفية استعمال الشيء يلي بده يستعمله. أكيد. ورح نبلش هلأ بمقابلتنا، ودايما بالبداية منبلش مع البداية. كيف بلشت فكرة إنشاء كهف الفنون؟ إذا بتخبرنا عنه. فكرة إنشاء الكهف هي كان موجود الكهف، لكن كان يستخدم قبل كملاجئ كنا نتخبى فيها أيام الحرب الأهلية اللبنانية سنة أواخر السبعينات والثمانينات هيك شيء، لا بلش البلد يرجع يستعيد عافيته. فقررت أنا حول من ملجأ لمعلم تراثي سياحي ثقافي بيئي، وألحقت هيدي الحديقة اللي نحن عم نشوفها الحديقة البيئية، وعملت مشاهد صخرية، مجاري مي طبيعية، وعملت أحواض للسمك، وعملت طبعا عم نشوف نحن مثلا واجهة قطار الفن يلي معمول من الحجر من التبن والتراب والزجاج الملون. هولي كلهم مين اشتغلون؟ هودي كلهم أنا بمجهود فردي لمدة 30 سنة أو أكثر شوي. اليوم نحن عم نستقطب أعداد منيحة من الطلاب، من السواح، من الناس الباحثين عن التراث وجذور التراث العربي العريق. هذا دليل كمان على هلأ اللي بعدنا عم نحكي له، كل شغلة إلها وجهين. يعني حولت هيدا المعلم يلي كان ملجأ، يلي هو للأسف يعني الصورة البشعة، حولته ل يعني صرح ثقافة بامتياز وصرح فني بامتياز. صح. شو يلي بيميز هيدا الكهف عن بقية الكهوف؟ نعم. بيميزه انه اول شغلة انت شلتي أقبية مهمولة متروكة كان اكلها الغبرة والطحش والردش، شلتيها من الظلمة للنور، لكن بطريقة فنية، بطريقة إذا بدك بترجع السائح أو الزائر لحنين أجداده وأجداد أجداده. اليوم قيمة كهف الفنون إنه هو عم بكرس مفهوم الثقافة البصرية من خلال لوحات الرسم الزيتي اللي حضرتك حكيتي بالمقدمة، يلي عم جسد أنا لوقت 20 سنة المشهد الدرزي، والمشهد طبعا التراث اللبناني، لكن تحديدا البيئة الدرزية اللي أنا عايش فيها. مش معناتها أني أنا ما برسم يعني إشياء تانية، أكيد برسم تراث لبناني وتراث عربي،
لكن أهمية كهف الفنون اليوم إنه شخص واحد عامل كثير أشياء، يعني فن عمارة تراثية، عامل بيئة، عامل رسم، نحت، فسيفساء، وأنفاق ودهاليز حجرية. يعني واضح عامل معجزات فيها للصراحة، يعني إذا من الصورة نعم. وهالقد منشتهي كيف إذا شايفينها، إذا منروح ومنشوفها على الأرض. شوف الفنان ضروري يخلق بصمة متميزة، صحيح ضروري ولو أكيد كانت صغيرة. أكيد. فأنا من الناس اللي كتير بشتغل، يعني بشتغل كتير هالأيام، إذا برتاح 5 أو 6 ساعات بعتبر حالي عاطل عن العمل، لكن كنت أشتغل صراحة 20 ساعة بالنهار يعني. إذا ما كان بالرسم يكون بالنحت، أو بالطبيعة أو بالعمار أو بالشعر، يعني بكتير أشياء. أنا إذا بدك بعدني عم بألف حالي. بسم الله. هلا وبعدك عم تألف حالك. بأي مبادرة بنقوم فيها دائما بيكون في هدف من وراها، نعم يعني يمكن أكيد حكيتنا شوي عن نعم هدفها، بس هيك بدي تخبر بعد أكثر العالم، يعني وقت بلشت بهيدا الشيء نعم يمكن حضرتك كمان ريت شي مطرح إنه مش هيدا مش أول كهف بتشتغلي صح عليه، بس مظبوط. الهدف من كهف الفنون وقت بلشته شو كان الهدف الرئيسي لغانتي يوصلوا نعم يعني للناس؟ شوفي، ببداية كل فنان بيبقى في إذا بدك حنين لواقع معين. أنا ببداياتي أو بعمر يمكن الـ5 سنوات أو الأقل عيشنا مشاهد الحرب، يعني كنت أرسم صحيح مشاهد الهليكوبتر والمدفع والدبابة اللي نحن كنا عايشينهم للأسف. هلق بمرحلة تانية أنا تأثرت ببعض الفنانين ببعض المتاحف، وقررت اني مثل مين مثلا؟ اكيد يعني في اليوم موسى المعماري كان اول، تعرفي كولد كانوا ياخذونا على قصر موسى، لكن مظبوط اليوم طبعا في صروح ثقافيه كثير مهمه، يعني اتوليه عساف مثلا من اهم المتاحف بلبنان، بشوف عم نحكي طبعا بيت الدين شيء عظمي، وغيره وغيره طبعا. لكن على الفنان انه يخلق بصمه خاصه او مدرسه خاصه فيه، سواء بالرسم او بالنحت او بالشعر او بالموسيقى، فضروري يخلق كل انسان بصمه خاصه فيه. انا لليوم بعدني عم بحاول اذا بدك اني طور ذاتي لشوف وين بقدر اوصل لشي ارضي ذاتي فيه قبل ما ارضي الاخرين. أيوة، هي اصلا البصمه لو قد ما كانت صغيره نعم بيكفي انه تترك اثر كبير بهذا العالم مثل ما حضرتك عم تترك نعم من خلال هذا الكهف. من وين تجمعت مقتنيات هذا نعم الكهف؟ كثير اشياء جمعناها من القريه، من قريتي اللي هي جاهليه شوف بجبل لبنان. تعاونت كثير انا واهلي، في اصدقاء، في ناس معارف من خارج الضيعه. القطع التراثيه مش بس اجت كمان من منطقتي، في شيء اجى من الشمال، من الجنوب، من البقاع، من كل الاراضي اللبنانيه، كلها لبنانيه. يعني بيجي احيان سايح لعنا بيعجبه، بيقول انا عندي مثلا بريق عتيق او قنديل بوشريط مسدي فبدي اهديك اياه. فقيمتها هون ان اكثر الادوات هي اجت هدايا لكهف الفنون بهدف الحفاظ عليها ونعيش الحنين، يعني اكيد نرجع بذكرياتنا. فكتير عم بينبسط عنا الزائر والطالب وكل الفئات العمريه بينبسطوا، لانه بيجي احيان حتى المغترب اللي عاش برا 40 سنه او 50 سنه او 60 سنه بيجي بيقول انا هيدا وعيله هالقنديل او هالجره او هالجرن، انه ستي كانت تطعمينا كبي من هالجرن. فانا جربت اني رجع كل مشاهد للحنين يلي هو بيحب انه يتذكره. حلو. وفي منحوتة بيروت والسلام. نعم. لفتتني كثير هيدي، منحوتة بيروت والسلام العالمي. نعم. موجودة بالكهف، فيك صحيح. تخبرنا عنها؟ صحيح، هي بلشت بفكرة رقعة شطرنج وطاولة على أساس أنه هيك طاولة فنية مع رقعة شطرنج بنلعب عليها دائما شطرنج يعني هيك. نعم. لكن بس بلشت الاحداث تضرب، تبلش تضرب بيروت، قررت اني اعمل الرقع اللي بقلب المجسم لمباني، لانه بلشت الاختراقات تصير تخترق بيروت،
بعدين الحروب اللي ضربت بال2006 للإرهاب يلي ضرب الكنيسة والجامع لعمل الشرق الطائفي، كل هالعناصر أنا إذا بدك وثقتها بالحجر، يعني عادة منوثق بالكتابة أو صحيح. منوثق باللوحة، جربت إني وثق مشهد عشناه أكيد، وعملت جربت إذا بدك أعمل رسالة إنه نتمنى هذا الشيء يكون مضى، لكن للأسف نحن عم نضل نعيش صراعات. حطيت أنا 18 لون بدلوا على 18 طائفة، حطيت ترسيم للحدود، حطيت قنية مي بدل على الحياة الخيرة، الأنهر الينابيع، وحطيت المفرقعات أو الانفجارات يلي رح تحتفل بآخر طلقة حرب بانتظار السلم، وصعود الدخان الأبيض لإطفاء الدخان الأسود كحل نهائي للسلام المنتظر، والأنفاق اللي ماشي بقلب هالمدينة مثل الأقبية بتدل أنه نحن بالحياة مثل النمل، قد ما يجربوا يدمرونا من فوق الأرض بإمكاننا نعمل حضارة تانية ومشرقة من باطن الأرض. كان هيدي رسالة، هلأ نتمنى تحقيقها لكن هذا الشيء مش بإيدنا. صحيح، بس مثل ما قلت يعني خاصة نحن الشعب اللبناني قد ما بيجربوا يقمعوا فينا بنرجع بنطلع لو من تحت الأرض، يعني يمكن وهيدي قوتنا، لأنه للأسف يعني هيدا واقع لبنان إذا فينا نقول، يمكن هو موقعه الجغرافي أو ما بعرف أي سبب، بس يعني بنشكر الله إنه عنا حب الحياة اللي بخلينا نضل متمسكين بالحياة رغم كل شيء. صراحة يمكن أنا من خلال تجربتي بكهف الفنون، تجربة يقال عنا بعض النقاد والأصدقاء أنه تجربة غنية، غنية مش بس بفنها بمعاناتها، يعني اليوم أنا تعرضت لكتير مشاكل وكتير حوادث، أيام بيوقع حجر علي برجع بشيله وبرجع بكمل شغلي، أيام إيدي بتفك بردها وبرجع بكمل شغلي، ايام الطقس ما بيساعد، يعني مثل ما بيقولوا من نتصدى لعوامل الطقس لنكمل شغل، اذا كنا عم نعمر حائط او جابلين جبله وشتت الدنيا بنضطر ننطر شوي وتحت الشتاء نقاوم لنخلق مشهد تراثي لتاسيس مثل ما قلنا لثقافه بصريه وثقافه تاريخيه من خلال الحفاظ على فن العمارة التراثية وخلق بصمة إبداعية بهذا الدومين. نعم، شو هي أبرز الأنشطة يلي بتنظموها؟ نعم. يعني وقت يجي طلاب أو مغتربين أو حتى أي نعم. لبناني، هل في أنشطة معينة بتنظموها لجروبات مثلا بيجوا؟ يعني بتخبرنا أكثر نعم. عن الأنشطة؟ نحن عندنا برنامج ثابت بنعمل للطلاب، للأندية، للعائلات، للجمعيات، لكل السواح والجروبات السياحية يلي هي بتتضمن أول شيء ترويقة قروية على الصاج أفران حطب، نعمل زيارة متحف، نعمل هايكينج حد نهر الجاهلية، وبنعمل نرجع نحت على الطين يعني الكلاي، وعندنا مشروع في كمل نهاره الواحد في يتغدى، وفي نام عندنا بمشروع تاني تابع لكهف الفنون اسمه بالطبيعة كامبينج، هيدا المشروع هو كمان بيستقطب أكثر من 200 شخص بيقدروا يخيموا ويناموا ويعملوا سهرات نار. والأنشطة كلها على مدار السنة أو بتلتزموا هيدي حسب هيدي الموسم؟ إذا بدك فصلية يعني ربيع صيف، لكن نحن كهف الفنون على مدار السنة عندنا الأنشطة، طبعا باستثناء إذا كان في طقس عاصف، أما كل الأيام نحن بنستقبل وبناخذ كثير على المواعيد، يعني خاصة المدارس اللي بتجي بأعداد هائلة، يعني نحن في قبل كورونا استضفنا 10,000 تلميذ، واليوم كمان عم نرجع نستعيد نشاطنا أكثر وأكثر، وعم نقدم خدمات تثقيفية لطلاب المدارس وخاصة الفئة العمرية، يعني من 5 سنين ل20 سنة عم ندربه كيف عم ينحت على الطين، كيف عم يكتشف المواد الطبيعية، وكيف عم بيعيش التجربة. هلا بدي تخبرني عن حفل التكريم الضخم يلي نعم. بتكون تنظموه بالصيفية. نعم. صراحة نحن امبارح كان عندنا يعني اجتماع مجلس الأمنة والجمعية، وكنا عم نجرب ننظم عمل كتير كبير، لكن رح نختصر هالعمل او رح نبلش بتجربه انه نكرم كم فنان، يعني كنا على اساس بدنا نكرم عدد كبير من الفنانين برسم مباشر، لكن قررنا نحن
مثل العاده بنعمل امسيات شعريه بكهف الفنون، وراح يكون في مثلا اثنين من الفنانين او ثلاثه او اكثر لنشوف نحن مين ومين مثل ما بيقولوا بيتم اختياره، كان لبناني او عربي، لا يرسم مباشر عن كهف الفنون. العمل اللي راح يرسمه اي فنان بكهف الفنون هو حيكون توثيقي لمشهد عم نعيشه يعني، او عم نعمله بكهف الفنون. واكيد حيتم تكريم الفنان يلي بيرسم خلال هالخمس ست ساعات. وسنة على سنة إذا بدك هذا رح يكون بنهار واحد. نعم رح يتوسع أكيد فكرة هذا السيمبوزيوم، وبيكون أكيد صار عندنا نحن مركز ثقافي هلق مطروح وانطرح من قبل وليد بيك جنبلاط، وعم تتابع هلق الخرايط مع أحد المهندسين بإشراف صديقنا المشترك سعادة الدكتور شادي مسعد. هاي اكيد بنوجه له تحيه كمان له. وعم بينفذ المشروع اليوم الشيخ سهيل بوغنام مهندس بالتعاون مع رئيسة مجلس الامناء مدام ندى فرحات وكافه اعضاء المجلس والجمعيه. عم نجرب نتعاون كمان، بتعرف هالشيء بده تمويل. صحيح. بده اهتمام ومتابعه دائمه. نعم. فان شاء الله بنشوف كيف الاوضاع ونقدر نحقق. هون بحب اذكر انه مجلس الامناء مؤلف من اسماء معروفه ومن مختلف. نعم. المجالات، من دكاتره، من مهندسين. صح. من فنانين وغيرهم. نعم. وهن قيمين دائما اكيد حتى يعطوا صوره. نعم. حلوه عن لبنان من خلال هيدا الكهف. نعم. حضرتك كخبير تراثي. نعم. وهيدا اللقب يلي قليل يمكن بيحملوه او يمكن انت الوحيد كمان، فيك تخبرنا اكثر شو هو الخبير التراثي؟ باي تراث معنى اكثر؟ شوف التراث كل شيء نحن يعني عايشناه او وعينا عليه، يعني انا ما فيني ادعي اني خبير بالتحف الاثريه، هذه الى اختصاصها الى ناسها، لكن انا بالاشياء التراثيه اللي بمارسها بفن العماره التراثيه، بالقطع الفلاحيه القرويه، هيدي صار عندنا خبره، وإذا بدك صار عندنا خبرة أكثر بموضوع الترميم، لأنه واجهنا مشاكل كثير وتصدعات من خلال اللي بتسببه الأمطار والسيول وزحل التربة، صار عندنا خبرة كافية بموضوع الترميم والمسائل التراثية، يعني كيف معالجتها إذا بدك، وكيف حمايتها، وكيف صقل بعض الأشياء التراثية يلي هن بيدخلوا ضمن فن العمارة التراثية. نعم. هو هيدي بناء الأقبية والأنفاق والدهاليز والممرات الصخرية كلها ضمن فن العمارة التراثية، لكن أنا جربت حسب آراء بعض الناس أنه قدرت أعمل بصمة مختلفة، يعني أنا مثلا درج عادة بنمشي عليه بننزل أو بنطلع عليه، أنا حطيت الدرج بالسقف. بتشوفي درج بالسقف، عملت شيء مش للاستعمال هيدا، انه ايه اذا بدك هيدا بتعيشي باللاوعي. اوكي. عملت شيء ثاني مثلا انه الباب عندي او الحيط صار ملتوي وكانه الطبيعه دافشته ومطعوج، يعني انت ما رح تفوتي وظهرك جالس، بدك تحني لتزمطي. فعملت هالسراديب هالانفاق هالدهاليز، منها صخريه منها تبن وتراب ومنها اشياء هيك باغصان الشجر. هذا يعني شو الهدف منه؟ الواحد ينحني ويفوت من البيت. بتعرفي لانه يعني حسب يعني حسب ايام ايه حسب رايي انا. نعم. مش كل الاماكن بتقدري تمشيها انت وجالسه، في. نعم. اشياء بدك تتنازلي شوي، في اشياء بدك تنحني لها اكثر. صحيح. لحتى تزمطي، والا ما فيكي، يعني بينكسر الانسان اذا بده يضل ماشي مثل ما هو وما يتخلى عن كبريائه، فاذا ممكن يوصل لمحل بده يضرب راسه. أكيد. فانا ببلش من حالي، وهيدي علمونا اياها بالخدمه الالزاميه بالتجنيد الاجباري وقت اللي خدمنا، انه عاده وقت اللي بده يفوت على مغائر وعلى كهوف ليكتشفها، الاونتين الجالس ما بيمشي الحال، بده الاونتين اللي بيلتوي. فهذا جزء نحن كمان من الاقبيه او الدهاليز الصخريه اللي انا عم بعمرها بايدي. هون احنا عم نشوف طلاب المدارس، طلاب الجامعات يلي عم تزورنا بشكل يومي. نعم.
ومثل ما قلت هني بيقضوا النهار كله، نعم وفي شيء معين نشاط معين بيعملوه غير ال قلت لي شيء الطين، الطين؟ نحن اي مندرب هذا نشاط بده تقريبا بين نص ساعة لساعة وقت. الميزة انه بيتعلم اي طالب بيتعلم ينحت، وفي ناس هي اصلا بتنحت او عندها الموهبة لكن مش عارفة وين وبأي مكان بدها تطلق موهبتها. نعم فبكهف الفنون وقت اللي نعمل هذا الشيء عم نعمله بطريقة وكأنه مباريات، يعني عم نحط لنقول هالخمسين تلميذ كل طاولة بنقول أفضل عمل، أفضل عملين، أفضل ثلاثة، مين أجمل ثلاث أعمال، وبنقول هيدولي. وعن جد أنا أيام بشوف مثلا تلاميذ عمرهم 5 سنين بيشتغلوا قد تلميذ جامعي. ليه؟ نعم لأنه عنده شيء بده يطلعه بس مش عارف بأي مواد ووين وكيف. فنحن عم نجرب نخلق له إذا بدك فرصة لحتى يطلع موهبته. نعم وهل بيكون في جيد مرافقهم يعني بفسر لهم عن كل شيء بالكهف نعم او أنا يلي شخصيا بيطلب؟ بهتم نعم أكيد معنا فريق عمل بس تكون الأعداد يعني كبيرة. اكيد، لانه مهم اكيد، لانه في اشياء كثير مثل ما شفنا بالصور كمان، المهم نعم الواحد يعرف عن كل شغله. ويعطيكم العافيه يعني على كل هالمجهود يلي عم تعملوه. وفي انشاء مركز نعم للثقافه كمان، كمان نعم بتخبرنا عنه؟ حكيت شوي أنا قبل لفت نظر لموضوع المركز الثقافي. اليوم نحن عم نجهز قلنا الخرائط، الفكرة مش الحال، اتفقنا نعم نحن ومجلس الأمناء والجمعية وأصدقاء الجمعية على شكل المركز. الأرض موجودة وهذه قدم لنا إياها وليد باك نعم لإقامة هذا المركز الثقافي وتوسعة نشاط كهف الفنون. فأكيد العمل مثل ما بيقولوا جاري على قدم وساق، لكن إن شاء الله إنه الظروف تسمح ونكمل هذا الموضوع. نعم يعني ما بينشبع الحديث عن كهف الفنون وعن الشغف اللي بتحكي فيه عن هالكهف. حابة ننهي الحلقة، ننهي المقابلة مع قصيدة معك أنت. بدنا نحكي قصيدة من وحي المعاناة. أنا بقصيدة عنوانها فرشة شعر بقول: من بعد هلق ما بقى إنلام، غرقان بقراية كتب، تعبان ضربني النعس، وحامل عكتفي هموم عزنودي كلام، ومثل كأنه هرهر شوية نقط والضو من عيني لقط، والحبر عخيالي دعس. حسيت حالي عايش بأوهام، أو رجعت الليالي التعس، حتى شي مرة انوقعت الأيام وما عاد عندي لا تخت لحرام، بفرش قصيدي على الأرض وبنام. حلو كتير، حلو كتير. شكرا. الفنان غاندي بوذياب، أنا بدي أشكرك على حضورك، وأكيد نبقى بنستقبلك كمان بحلقة مقبلة تنحكي عن الفنان شكرا. غاندي بوذياب. شكرا مشاهدينا، نحن متابعين معكم من بعد البريك ومع ضيفنا الثاني.